مستوى المحافظة كعدد فيها من كمشروع لإحياء البتلو. انت بتقولي المشروع القومي، ايه ملامح المشروع ده؟ المشروع ده طبعا زي اي حملة قومية، مشروع قومي يخص البلد. طبعا كانت خطوة جريئة الحمد لله وتوفيق من ربنا ان احنا على نهاية 2017 بدأ احياء مشروع البتلو. كان موجود من قبل كده وكان انتهى، لكن اعادوا احياءه مرة اخرى، وطبعا على مستوى الجمهورية كلها. اعادوا احياءه على اسس جديدة، على اسس جديدة وميسرة، يعني على اصل بتقولي يعني كان في تجارب سابقة. ليه التجربه ديت احنا عندنا الامل فيها عالي؟ هل لانه تلافيته اخطاء التجربه السابقه؟ هقول لسيادتك، طبعا الحمد لله المشروع ماشي بخطى مش كمان ثابته، رائعه، لان هو متطبق على مستوى الجمهوريه كلها، متيسر للمواطن ان هو شباب الخريجين ده فئه مستهدفه، المراه المعيله فئه مستهدفه، المزارع البسيط، المزارع الكبير في المزارع النظاميه، الجمعيات التعاونيه، كل دي فئات مستهدفه للمشروع. يخش في الموضوع، يدخل في الموضوع ويربي. في مثلا في بتبقى حظيره ملحقه بمنزل، فدي برضه من حقه ان هو يطلب ان هي يعني يتم تخش المشروع، تدخل المشروع، بس بيتم المعاينه للمكان للحفاظ على الثروه. انا بدخل المكان بشوف المكان ده مناسب للعدد اللي هو طالبه. هو طالب مثلا من المشروع 20، هل هو يكفي ال 20 حته يتربوا جواها؟ هو بيطلب هنا تمويل 20 قطعه، تمويل 20. انا بشوف المكان يناسب، التهويه فيه كويسه، المستوى اللي فيه هيقدر على تربيه، ما فيش حاجه تشكل خطوره في المكان ده على تربيه، بيطلع له على طول ان دي حظيره منزليه، وبياخد تصريح مزاوله نشاط، وبيتوجه على طول للبنك، بيقدم الضمانات الكافيه للبنك، وبيبدا ياخد الكارد بتاعه. ممكن الضمانات دي تعوق المشروع؟ لا، على فكره في توجيهات وتعليمات بعدم وجود اي معوقات للمشروع. النهارده البنك بيوجد تيسيرات الى ابعد الحدود مع المربيين. سيادتك، اي حاجه كمان بتعوق المربي احنا بنلجا لقطاع الانتاج الحيواني بالوزاره يذلل كل الحاجات دي مع البنك المركزي. لا، يعني معنى ذلك ان انتوا يعني شغالين في الموضوع ليل ونهار، وراسكوا فيه ودماغكوا فيه، يعني مشروع. هقول لحضرتك على حاجه، بالنسبه لينا كطب بيطري احنا مسؤولين عن الناحيه الصحيه والفنيه للحاله، يعني للثروه الحيوانيه. النهارده انا بتابع كتحصينات، اول ما هو بيجيب حيواناته بنروح نحصن الجرعات المناسبه لرفع المستوى المناعي لامراض سواء وبائيه موجوده، يعني علشان ارفع المستويات المناعيه بتاعه الحيوان خلال فتره التربيه، قبل ما يكون الوزن المناسب لدخوله المجزر اللي هو 400 اقل حاجه 400 كيلو عشان يبدا يدخل المجزر ويندرح. بنوفر التحصينات في الاوقات المحدده ليها. في مشروع اللي هو التامين على الماشيه، ده احنا بنأمن له على الثروه اللي عنده، تبع صندوق المشي ده، برضو صندوق تبع وزاره الزراعه، بتديله الضمانات الكافيه عند حدوث اي حاجه للحيوان اللي عنده، تديله التعويض المناسب. فوق كده بنقدم له رعايه وعلاج داخل الوحدات مجاني، والتعويض ليه كافي، تعويض يعني بثمن القطعه، بثمن ثمن المشاه، بحيث ان هو يقدر يشتري مره اخرى ويجيبها تاني عنده في المكان. يعني واحده مكان واحده، يعني واحده مكان واحده، بحيث ان المشروع ما يقعش. هو من جمال المشروع ان انا رحت اماكن، يعني مثلا عندنا هنا على مستوى القليوبيه، لقيت مثلا مربي كان بادئ ب 20، لقيت عنده بره التامين على المشي، بره المشروع القومي لاحياء البتلو، بره الكارد، هو بدا يجيب بفلوسه هو اجزاء جديده ويضيفها في المكان خارج الكارت. يعني ما شاء الله، معنى كده ان المشروع مربح بالنسبه له، هيكون عايده كبير جدا على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. كلحوم حمراء بيقدم لي، بيعمل توازن في السوق، يحافظ على مستوى السعر، وبننزل بيه كمان. حضرتك لو شفت سعر اللحوم في الفتره اللي فاتت قبل 2017، اللحوم كانت دايما في استمرار في ارتفاع، وصلنا ان احنا الحد بتاع اللحمه فعلا وقف ونزل، ده برضه بسبب مشروع احياء البتلو. معنى كده ان هو ناجح. الوزاره